شبكة قانوني الأردن وكما وعدت اليوم تشارك في هذا العمل وهذا الاستحقاق القانوني لانتخابات مجلس نقابة المحامين، وقد شاركت في دعم الهيئة العامة في دعم ميداني موجود في موقع معين لشبكة قانوني الأردن، وقمنا اليوم الحمد لله بتغطية جميع المرشحين وصورناهم وعملنا لقاءات مع كل مرشح على حدة. نتأمل من أعضاء الهيئة العامة بقية الزملاء الذين لم يشاركوا في الانتخابات الإقبال على صناديق الاقتراع مساهمة منهم في إنجاح هذا الاستحقاق القانوني ودعما للمهنة ولمجلس نقابة المحامين. اليوم إن شاء الله معكم حتى النتائج، تابعونا وانتظروا المزيد من الفعاليات والأخبار. Yeah, I'm not sure.